ذوي الهمم علماء المستقبل، اول مبادره لاستخدام التكنولوجيا في تاهيل وتعليم ذوي الهمم في مجالات العلوم المختلفه. احنا هدفنا ان احنا عايزين نفعل دورهم التنموي في المجتمع بشكل كامل، بس عشان نعمل ده النهارده محتاجين ننشر المبادره دي على اوسع نطاق، محتاجين نوصل للناس اللي تقدر تسبونسر وتقدر تنشرها، لرجال الاعمال، محتاجين نوصل للان جي اوز، محتاجين نوصل للمؤسسات الحكوميه زي وزاره التضامن. الموضوع ده مهم جدا. النهارده عايزين نطلق مبادره اصحاب الهمم يشاركون في بناء الامم. لو عايز تساعدنا انشر الهاشتاج او كلمنا. وعلى فكره ده كمان هيساعدنا ان احنا موجودين دلوقتي في التوب 10 في افريكا بزنس هيروز، والشركه الوحيده اللي تمثل مصر.